لحضراتكم الفصل التاسع بعنوان معرفة الخلفاء من الملوك، الحديث رقم 238 عن العوام ابن حوشب قال: أخبرني شيخ من بني أسد في أرض الروم عن رجل من قومه شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أصحابه وفيهم طلحة ابن الزبير وسلمان وكعب فقال: إني سائلكم عن شيء وإياكم أن تكذبوني فتهلكوني وتهلكوا أنفسكم، أنشدكم بالله، ماذا تجدوني في كتبكم أخليفة أنا أم ملك؟ فقال طلحة والزبير: إنك لتسألنا عن أمر ما نعرفه، ما ندري ما الخليفة ولست بملك. فقال عمر: إن يقل فقد كنت تدخل فتجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سلمان: وذلك أنك تعدل في الرعية وتقسم بينهم بالسوية وتشفق عليهم شفقة الرجل على أهله. وقال محمد بن يزيد: وتقضي بكتاب الله. فقال كعب: ما كنت أحسب أن في المجلس أحدا يعرف الخليفة من الملك غيري، ولكن الله ملأ سلمان حكما وعلما. ثم قال كعب: أشهد أنك خليفة ولست بملك. فقال له عمر: وكيف ذاك؟ قال: أجدك في كتاب الله. قال عمر: تجدني باسمي؟ قال كعب: لا، ولكن بنعتك أجد نبوة ثم خلافة ورحمة. وقال محمد بن يزيد: خلافة على منهاج نبوة ثم ملكا عضوضا. قال: وقال هشيم وجبرية وملكا عضوضا. فقال عمر: ما أبالي إذا جاوز ذلك رأسي. إسناده ضعيف. الحديث رقم 239 عن كعب قال: قال عمر رضي الله عنه: أنشدك الله يا كعب، أتجدني خليفة أم ملكا؟ قال: قلت بل خليفة. فاستحلفه. فقال كعب: خليفة والله من خير الخلفاء، وزمانك خير زمان. إسناده ضعيف. الحديث رقم 240 عن مغيث الأوزاعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى كعب فقال له: يا كعب، كيف تجد نعتي؟ قال: خليفة قرن من حديد، لا تخافوا في الله لومة لائم. ثم خليفة تقتله أمته ظالمين له، ثم يقع البلاء بعد. إسناده ضعيف. الحديث رقم 241 عن سعيد بن المسيب قال: الخلفاء ثلاثة وسائرهم ملوك، أبو بكر وعمر وعمر. قيل له: قد عرفنا أبا بكر وعمر، فمن عمر الثاني؟ قال: إن عشتم أدركتموه، وإن متم كان بعدكم. إسناده ضعيف. الحديث رقم 242 وزاد فيه عن حبيب ابن هند الأسلمي عن سعيد ابن المسيب الإسناد السابق، إسناده ضعيف. الحديث رقم 243 عن عبد الله ابن نعيم المعارفي قال: سمعت المشيخ يقولون: من أمر بمعروف ونهى عن منكر فهو خليفة الله في الأرض، وخليفة كتابه، وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رقم 244. قال أبو محمد النهدي: لا يكون في عقب النبي صلى الله عليه وسلم ملك. إسناده ضعيف. الحديث رقم 245 عن إبراهيم عن همام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه رجل من أهل الكتاب فقال: السلام عليك يا ملك العرب. فقال عمر: وهكذا تجدونه في كتابكم
ألستم تجدون النبي ثم الخليفة ثم أمير المؤمنين ثم الملوك بعد؟ فقال: بلى بلى، إسناده ضعيف. الحديث رقم 246 عن العوام ابن حوشب عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الخلافة بالمدينة والملك بالشام، إسناده ضعيف. الحديث رقم 247 عن سعيد ابن جهمان قال: سمعت سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي في أمتي 30 سنة. قال محمد ابن يزيد في حديثه: فحسبوا ذلك. فكان تمام ولاية علي، فقال لسفينة: إنهم يزعمون أن عليا لم يكن خليفة. فقال: من يزعم ذلك؟ أبنو الزرقاء أولى بذلك وأحق. حديث حسن. الحديث رقم 248 عن يحيى ابن أبي عمرو الشيباني قال: ليس من الخلفاء من لم يملك المسجدين، مسجد الحرام ومسجد بيت المقدس، إسناده حسن. الحديث رقم 249 عن أبي لهيعة عن أبي زرع عن صباح قال: لا خلافة بعد حمل بني أمية حتى يخرج المهدي، إسناده ضعيف. الحديث رقم 250 عن عتبة ابن غزوان السلمي قال: ألا إنها لم تكن نبوة إلا تناسخت حتى تكون ملكا، إسناده صحيح. الحديث رقم 251 عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: لا يكونن بعد عثمان رضي الله عنه 12 ملكا من بني أمية. قيل له: خلفاء؟ قال: بل ملوك، إسناده ضعيف. الحديث رقم 252 عن فضالة ابن حسين الضبي: سمعت يزيد ابن نعامة أبا مودود الضبي قال: سمعت عتبة ابن غزوان السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم تكن نبوة قط إلا ما كان بعدها ملكا، إسناده ضعيف. الحديث رقم 253 عن سعيد ابن المسيب قال: الخلفاء 3 وسائرهم ملوك. قيل: من هؤلاء 3؟ قال: أبو بكر وعمر وعمر. قيل له: قد عرفنا أبو بكر وعمر، فمن عمر الثاني؟ قال: إن عشتم أدركتموه، وإن متم كان بعدكم، سبق تخريجه. الحديث رقم 254 وزاد فيه عن حبيب ابن هند الأسلمي عن ابن المسيب، سبق تخريجه. الحديث رقم 255 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، كيف هذا الأمر من بعدك؟ قال: في قومك ما كان فيهم خير. قلت: فأي العرب أسرع فناء؟ قال: قومك. قال: قلت: وكيف ذاك؟ قال صلى الله عليه وسلم: يستحليهم الموت وينفسهم الناس، إسناده ضعيف. نلتقي بعد الفاصل. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.